يهمك تثق في نفسك ويكون فهمك. هنود لطة وصعبة تعيد اللطة. هناخد مع بعض الاسم ولو لمرة. نجوم في السماء لما تعرفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش، فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش للخوف مكان واستماع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. جاهزه ومستعده لمغامره النهارده؟ جاهزه. انت جربتي ايه مغامرات قبل كده وكان بالنسبه لك اول مره والموضوع كان بالنسبه لك جديد ومختلف وبتاع؟ عملت دايفنج قريب من سنه مثلا او حاجه، كانت اول مره في حياتي اعمل دايفنج. انا مش بعرف اعوم اساسا، اصلا اندمجت فعلا وحبيت الموضوع قوي، وقعدت بقى ابص كده واتامل وبتاع، وابص ورايا ما لقيتش الراجل، ولقيتني على قاع البحر وكده، فنفسي راح وبلعت ميه وفرونت وقعدت اشاور، اصلا مفيش حد حواليا. دلوقتي احنا ممكن نقول عليكي انت كاسماء شخصيه مغامره، ولا بتحسبي خطواتك جدا وعارفه بتعملي ايه، ولا صباح الفل ولا صباح الفل صباح الفل كده كده. بس لو هنبالانس مغامره اكتر من بحسبها صراحه. اسماء بتعرف تزغرط كويس قوي. ماشي، انا عايز اشوف دلوقتي زغرطتك ممكن تكون عامله ازاي. تطورت بجد والله. انا سمعت انت اخر حاجه كان 16 ثانيه بتبقى انت هتحسبهم. لو يلا بينا يلا. احسبهم لك. تمام ماشي. اوكي ثانيه واحده. ماشي يلا، واحد اثنين اتفضلي. ثانيه واحده. ايه ده، انت ما تحسنتيش، ده 9 ثواني عادي. خلاص اوكي تمام. نرجع لمرجعنا. بما ان مغامرتنا فيها طيران، عاوزينك تقول لنا اسمك هيبقى ايه لو انت سوبر هيرو بتطيري. سوبر سوسو. سوسو؟ اوكي احنا خلصنا دلوقتي اسئله، هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره في ار تيست صغير كده ونشوف ايه اللي هيحصل. استنى 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 انا استنوني. استنى 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 استنى. يس شاطره يا سوسو، حاسه ان انا في الحديقه الدوليه. اوكي حصل خير. اسماء انت 87% مغامره، وده بيديكي لقب مغامر يجي منه. يجي منه لما نشوف بقى، ما انت اول مره تطلعي سكاي دايفنج وبتاع، ونشوف ايه اللي هيحصل. ها كمل. فانت دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامر، فهتاخدي باسبورك وهتسلميه هناك. تاني حاجه بس قبل ما تمشي، عاوزينك تسجلي فويس نوت تقولي بقى فيها حاجه انت حاساها، مسج لحد ايا كان، بس مش هنسمعها الا هناك بعد ما تنزلي. فدلوقتي انا هخلع واشوفك بقى هناك. طب اخلع يلا. يلا مع السلامه. باي باي. باي باي. ارنوبي يا حبيب ماما. اسماء قبل ما ننطلق على مغامرتنا النهارده، عاوز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي يعيش معاكي مغامره. ناس كتيره قوي، بس في ناس مش هتتبسط فهوفر عليهم هذه المغامره. عايزه آية مثلا، وعمر رشدي، شيرين شيحه، ريم امين. عايزه الناس اللي بتحب علي السعودي. طب خليني اختار عندهم مثلا اسم شيرين شيحه، ده اسم سينمائي اكتر. شيرين شيحه سينمائي. اوكي طب ممكن تكلميها دلوقتي فيديو كول حالا وتعيشيها معانا في المغامره. مش عارفه هتبقى صح ولا لا، اصل شيرين مشغوله دايما. يلا بينا. انت عارفه ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا نازله عند معبد حتشبسوت اكسايتد قوي عشان هشوف الاقصر كلها من فوق. كان نفسي قوي ابقى معاكي، بس الحمد لله. طبعا طبعا، واضح انت مشغوله حتى بالبيجاما في البيت. يا واضح انت مشغوله فعلا. مشغوله جدا. ربنا يقدرنا. يعني اول ما تنزلي المسي الارض وكلمي. يا مفيش، ما شفتش كده في حياتي. نجوم السماء، نجوم السماء.
يا لهوي. ليه الاول انت اصلا عندك فوبيا من ايه غير الصراصير؟ من مكان ما بعرفش اهرب منه فجاه، يعني لو عايز امشي حالا وما اعرفش اهرب زي دلوقتي كده زي حالا. لا دي فوبيا اصلا؟ لازم الاقي مخرج اعرف. مفيش بقى صباح مفيش فل. ماشي اوكي. طب انت برج جوزاء ومعروف عن البرج ده ان هو بيتميز بالرومانسيه وسرعه البديهه والشخصيه الشخصيه الاجتماعيه. الصفات دي موجوده فعلا فيكي؟ هو انت جبت منين المعلومات؟ انا عارف كل حاجه. لا مش رومانسيه. وايه تاني؟ مش رومانسيه؟ لا طبعا خالص. وايه الجوابات والشوكولاته؟ ده وانا صغيره بقى. انت كبرتي خلاص. انا خدت على قفايا فبقيت. طب سرعه البديهه؟ طبعا طبعا زي ما احنا واخدين بالنا طبعا. اوكي الشخصيه الاجتماعيه حاجه واضحه. اديني 5 ايام بس. حمد ايه بس؟ طيب اسماء صباح الخير. واو ده احلى يوم في حياتي. على فكره صوفي راح فين؟ حاسه ايه؟ طب اسماء اسالك سؤال وردي عليا حالا بجد. ليب ستيك ولا ليب جلوس؟ يلا بينا عشان نكمل بقيه الانترفيو. لا انا مش عايزه اعمل حاجه. ممكن نطلع تاني؟ نجوم السماء نجوم السماء.
اول ما بدانا البرنامج واحنا عندنا ثلاث القاب، المغامر مش سهل خالص، المغامر اللي يجي منه، المغامر اللي على الله حكايته. بس ضيفه النهارده حاجه استثنائيه جدا، خدت لقب المغامر الفرفوش. ليه؟ لان من اول ما بدانا المغامره وهي في حاله انبساط وضحك بس. اسماء قولي لي كنت حاسه بايه؟ انبسطتي معانا؟ انبسطت قوي، وكنت حاسه يعني في الاول كنت حاسه بالحاجه وعكسها، كنت حاسه ان انا اكسايتد وخايفه، بس بجد بجد النهارده من احلى ايام حياتي بجد، مش بهزر، وحياه ربنا اليوم خطير. طيب بما ان بقى طول الوقت كان فيه ضحك وفرفشه وكده، قولي لي ايه اصعب لحظه عدت عليكي؟ باب الطياره هو بيتفتح. بما ان مغامرتنا النهارده عند معبد حتشبسوت، الملكه حتشبسوت كسرت كل التقاليد اللي كانت موجوده في مصر القديمه. بما انك بقى فيمينست مؤمنه بالمساواه بين الست والراجل، فخلينا نشوف ايه المشترك ما بينكم. ماشي، جاهزه؟ حلو ده. حتشبسوت كانت الابنه الكبيره لاحمس. انت الابنه رقم كام في عيلتك؟ الصغيره مبدئيه، اصغر واحده. بالظبط. حتشبسوت حكمت مصر القديمه لمده اكتر من 20 سنه. اسماء ممكن تشتغل شغلانه لمده اكتر من 20 سنه متواصل؟ اعتقد لو يعني لو حاجه بتحبيها هتفضلي فيها. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقعد فيها كتير قوي هو التمثيل. طيب ماشي، اهو حاجه مشتركه. الحمد لله. حتشبسوت عملت المعبد ده واتكتب فيه كل القصص اللي بتتقال دلوقتي عنها. اسماء ممكن تكتب تفاصيل حياتها في كتاب؟ لا. ليه؟ عشان عندي كتاب صغير كده اسمه A Book to Burn. اوكي. الكتاب ده كتبت فيه مثلا 3 pages ومرعوبه، حاسه ان حد هيقراهم، فرحت مقطعهم، فما اعتقدش ان انا هيجي عليا يوم واكتب خالص اي حاجه. اوكي، انت جيتي الاقصر مره قبل كده؟ جيت مرتين. اوكي، حاسه ايه من اول يعني المرتين ودلوقتي، حاسه ايه بالتطور اللي موجود؟ حاسه ان السياحه زادت ودي حاجه مفرحه قلبي قوي، حاسه ان الناس مطمنه، والاماكن انا عارفه ان انا جيت كذا مره بس الاماكن كاني اول مره بشوفها، فدي بجد حاجه تحفه. قبل ما نكمل كلامنا عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتيها قبل. أيوة. ما انا اكسايتد قوي ومرعوبه جدا ومتحمسه جدا لوجع القلب. شكرا. ليه 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 لازم اتكلم دلوقتي؟ اسماء نورتينا، احنا خلصنا خلاص، بس قبل ما ننهي الحلقه عايزاكي تاخدي سيلفي مع معبد حتشبسوت. طبعا انا مستنياكي تخلصي اسماء عشان تاخد سيلفي مع المعبد. الآخر وطيبة هنا.
عشان